المجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سلنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا عنقت أحلامنا نجمة سغيا هيا قم والمدرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فما أحوجنا أيها السادة في هذه الأيام التي نعيشها أن نستذكر شيئا من تاريخ أمتنا ومن تاريخ قاداتنا العظام. فهذه الأمة أمة مجيدة، لا يغرنكم ما منيت به أمتنا من هذا الضعف وهذا الخوار الذي نعيشه الآن. فهذه الأمة كان لها تاريخ ولا زال والحمد لله سطره كبار عظام أشاوس من قادات هذه الأمة، وهذا ما سوف نتكلم فيه اليوم إن شاء الله عز وجل مع قادة الإسلام العظام. ونحن أيها السادة إذ نتكلم عن هؤلاء الكبار العظام، نحن لا نذكر ذلك للتسلية ولا لقتل الفراغ ولا لاجترار الماضي ولا للافتخار بالآباء فحسب، بل نحن نذكر ذلك لكي نترسم خطاهم ونسير على هداهم، ولكي ننهل من ذلك الجدول الفياض الذي نهل منه أسلافنا، لكي نسير على دربهم ونقتفي آثارهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، غابت شخوصهم فلنعي ولنسمع أخبارهم لعل هذا يقوم منا مقام رؤيتهم، على حد قول القائل فاتني أن أرى الديار بطرفي فلعلي أن أعد الديار بسمعي. فاسمع إلى هذه المواقف من حياة هؤلاء القادة العظام، وكيف أنهم ضحوا بالغالي والنفيس لإعلاء كلمة الله رب العالمين. قديما جاءت رسالة إلى قائد الإسلام العظيم صلاح الدين، وكأن جدران المسجد الأقصى تئن تحت وطأة الصليبيين. فجاءت هذه الرسالة، وكما قلت كأن جدران المسجد الأقصى هي التي قد أرسلت بتلك الرسالة إلى صلاح الدين. تقول هذه الرسالة: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فما كان من صلاح الدين إلا أن انتخى صهوة فرسه وحملها حملة لا تبقي ولا تذر، ثم إن صلاح الدين أهب جيشه وأخذ استعداده العظيم بأن منع الضحك والمزاح في جيش المسلمين حتى يسترد المسجد الأقصى. دلوقتي
الناس بتضحك ملقوا فيها. طب هذا المسجد الآن يئن، إخوانكم هناك مستضعفون، أنت بتضحك ملقوا فيك، لماذا؟ أي شيء يضحكك؟ أي شيء يضحكك؟ بعض السلف إخواننا وهو مسعود ابن حراش، مسعود بن حراش ده أخو ربعي بن حراش، وربعي هذا يعني أمة وحده في الزهد والعبادة والتأله، كما ذكر ذلك ابن أبي الدنيا أن مسعود بن حراش هذا كان قد أقسم بالله عز وجل ألا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أو من النار، يفضل طول حياته ما يضحكش. وطبعا احنا مش بننهي الناس انهم يضحكوا، لا يضحك وعادي ما فيش اي مشاكل خالص، لكن يعني ينبغي ان تكون هناك حشمة، لا سيما يعني ما تعيشه الأمة الآن من هذه الكلوم وهذه الأنات وهذا الضعف وهذا الخوار الذي نعيشه. فمسعود هذا أقسم بالله عز وجل ألا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أو من النار، فيقسم بالله مغسله أنه ضحك، المغسل بتاعه بقى بيقول أنا شفته بيضحك وهو على خشبة الغسل، الرجل زي ما تقول أقسم أنه ميضحكش خالص حتى يرى مقعده من الجنة أو من النار. كما قلت رب ضاحك ملء فيه يضحك ويلعب ويلهو، وقد حق عليه في أم الكتاب أنه من وقود النار. فصلاح الدين أهب جيشه بأن منع الضحك المزاح في جيش المسلمين حتى يسترد المسجد الأقصى، وفعلا كان لصلاح الدين ما أراد، فحملها حملة لا تبقي ولا تذر، واسترد بيت المقدس مرة ثانية إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. ودارت الأيام كالعادة، وعاد من عاد إلى ما كان قبل صلاح الدين، عادوا مرة ثانية إلى ما كانوا فيه من اللهو واللعب، واسترد الصليبيين مرة ثانية المسجد الأقصى، وجاءوا إلى قبر صلاح الدين وجعلوا يرفسونه بأقدامهم وهم يقولون ها قد عدنا يا صلاح الدين، ها قد عدنا يا صلاح الدين، وهم يقولون محمد مات، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقولون محمد مات وخلف بنات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالآن يعيش إخوانكم أياما صعبة ضحلة كالحة في فلسطين تحت وطأة هؤلاء اليهود، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يعجل بالفرج عن إخواننا هناك، وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، إنه سبحانه وتعالى القادر على ذلك. لكن هذه صورة مشرقة من صلاح الدين كما قلت، يوضح أن هذا المسجد لا يسترد إلا بقوام العقيدة. انظر إلى صورة أخرى من قائد عظيم آخر، ورب الكثير منا لا يعرف هذا القائد، وهذا لا يضر، فقد منيت هذه الأمة بعقوق أبنائها لسلفها الصحابة ومن بعدهم فضلا عن هؤلاء القادة العظام. هذا القائد اسمه ألب أرسلان. ألب أرسلان هذا كان أمة وحده، كان قائدا عظيما مظفرا، بينما ألب أرسلان هذا عائد من بعض معاركه، إذ بملك القسطنطينية يعلم بمرور ألب أرسلان بجيشه على مدينة القسطنطينية، فجهز جيشا قوامه 600,000 مقاتل بعددهم وعدتهم وقواهم وزادهم. وكان قوام جيش ألب أرسلان 15,000، تخيل انت 15,000 جندي
طبعا هؤلاء منهم الضع من هو مريض، ومنهم من به جرح، ومنهم الذي أتعبه وأنهكه طول السفر لأنه كان رايح سمرقند. فكان قوام جيش آل أرسلان 15,000، زي ما قلت لك تخيل أنت 15,000 قصاد 600,000، تلك إذن قسمة ضيزة. يعني الواحد من المسلمين قصاده 400، تخيل أنت واحد قصاد 400 واحد من هؤلاء الروم. فما كان من آل أرسلان إلا أن قام خطيبا في جيشه وقال أيها المسلمون إن هذه المعركة فيها بيضة الإسلام والمسلمين، وإذا قتلنا في هذه المعركة فإن بيضة الإسلام ستزول من هذه البلاد. ثم إنه دخل خيمته، ثم إنه تحنط وتكفن وخرج مرة ثانية وقال ها أنا قد تحنطت وقد تكفنت، لأن هذه المعركة كما قلت فيها بيضة الإسلام والمسلمين، المسلمين لو كانوا قد منوا في هذه المعركة بالغزاة كان الإسلام سيزول من تلك البلاد ساعة إذن، البلاد سمرقند وما جاورها من البلاد. لكن آل أرسلان كان يحمل هم هذا الدين، يريد أن يبلغ لا إله إلا الله. المسلمون عمرهم ما كانوا جبات أموال، ولا كما يقول هؤلاء الكفرة أن الإسلام دخل بالسيف أو انتصر بالسيف أو ما شبه ذلك من هذه المقولات الجائرة الظالمة. أبدا الإسلام عمره ما كان كده أبدا، إسلام دين الرأفة والسماحة ودين الود. فقام آل أرسلان كما قلت وتكفن وتحنط ثم خرج على المسلمين وقال ها أنا قد تحنطت وقد تكفنت. فما كان من جند المسلمين إلا أن دخلوا خيامهم ثم إنهم اغتسلوا وتحنطوا وتكفنوا. فتخيل كده 15,000 رائحة حنوط و 15,000 كفن، وكأنهم قد انبعثوا من قبورهم. وفعلا خاض آل أرسلان هذه المعركة، ثم إنه من فضل الله عز وجل عليه قد انتصر في تلك المعركة، بل لم يبرح بذلك ولم يأبه به إلا أنه انتصر عليه، ثم إنه أسر قائد الفرس وهو رومانس وغنم غنائم كثيرة جدا. ده بأي شيء؟ بالله، إنما النصر من عند الله، فلا بد لك أن تتمسك بالغالب، فمن تمسك بالغالب لم يمكنه طالب. طالما أنك تمسكت بالله عز وجل محدش يقدر يعمل لك حاجة. والأسباب انقطعت عن المسلمين في كل أرجاء الأرض إلا من الله. ليه؟ يريد الله عز وجل أن يربط تلك القلوب به سبحانه وتعالى. ها أنتم قد جربتم الشرق مرة والغرب مرة، فيعني مع التحفظ، مع التحفظ في هذه الكلمة، جربوا الله مرة. عملت روح الموائد الغرب وما عملكش حاجة، طيب تمسك بالله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الغالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وها هي صورة أخرى أيضا من قائد عظيم آخر، وهو أمير المؤمنين هارون الرشيد. ففي غضون قرن وربع قرن من الزمن وثب المسلمون وثبة وركزوا ألويتهم في قلب أوروبا، ونحن بين الحين والآخر نحتاج إلى تذكير المسلمين بماضي أسلافهم المبارك. فارفع رأسك فإنك مسلم، إنك تنتمي إلى أمة عظيمة مجيدة، ورثنا هذا الأمر كابرا عن كابر،
لا يغرنكم كما قلت هذا الضعف وهذا الخوار الذي نعيشه. لا، نحن أمة ملكنا هذه الدنيا قرونا، لكن منينا كما قلت بحب الدنيا. لما دخلت الدنيا في قلوبنا الله عز وجل كافأنا بذلك الضعف وهذا التخلف وتلك الرجعية التي نعيشها. نحن الآن في أذيال الأمم، بعدما كنا في صدارة الأمم كان الغرب يبعثون بالبعثات لكي يتعلموا من أطباء المسلمين ومن مهندسين المسلمين ومن يعني حتى في الفنون، فنون العادية، كانوا يبعثون رجالتهم إلى ديار المسلمين لكي يتعلموا تلك الفنون وتلك الإنجازات التي حازها وحظي بها المسلمون. فهارون الرشيد كان قد عقد صلحا بينه وبين ملكة الرون ريني، ثم إن الروم عزلوا ريني، خلعوها يعني، عزلوا ريني وأمروا عليهم رجلا يقال له النقفور، وكان رجلا شجاعا، فغرته نفسه هذا المسكين، فكتب كتابا إلى الرشيد يقول فيه: من النقفور أمير الروم إلى الرشيد ملك العرب، أما بعد فإن المرأة التي كانت قبلي قد حملت إليك من أموالنا ما كنت حقيقا بحمل أمثاله إلينا، وذلك من ضعف النساء وحمقهن، فإن جاءك كتابي هذا فاردد إلي ما دفعته إليك من الأموال وافتدي نفسك به، وإلا فالسيف بيننا وبينك. ولم يدر المسكين أنه يخاطب الرشيد الذي كان يخاطب السحابة قائلا: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، ولم تكن الشمس تغرب عن مملكتي، وذلك لاتساع رقعة الدولة ساعة إذن. فلما قرأ الرشيد ذلك الكتاب غضب غضبا شديدا حتى ما استطاع أحد من جلسائه أن ينظر إليه خوفا منه، ما حدش يقدر يبصره خالص. ليه؟ لفرط غضبه وجامه. فما كان من هارون الرشيد ولم يدعو بورق جديد ولا كاغن، وإنما كتب على ظهر الكتاب الذي أرسله النقفور: واسمع إلى هذه العزة التي يتكلم بها أمراء وملوك العرب. قال رشيد: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى النقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه لا ما تسمعه. انظر إلى هذه عزة وهذه الأنفة التي يتكلم بها ملوك المسلمين، وانظر أيضا إلى موقف آخر، وذلك لقائد الإسلام العظيم ذلكم المظفر خالد ابن الوليد. في العام 12 للهجرة لما انتهت حروب الردة أصدر الخليفة المبارك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصدر أوامره إلى قائده العظيم خالد ابن الوليد بأن يترك أرض الجزيرة وأن ينطلق إلى بلاد العراق، وذلك لحرب أعظم إمبراطورية في الشرق، وللقضاء على إمبراطورية فارس. وانطلق خالد رضي الله عنه مسرعا ملبيا أوامر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما حل في تلك البلاد كتب كتبا إلى كسرى وإلى ولاته وأمرائه، وهو يخاطبهم أيضا بعزة الإسلام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس،
سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فالحمد لله الذي فض خدمكم وسلب ملككم ووهن كيدكم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فإن جاءكم كتابي هذا فإني أخيركم بين ثلاثة: الإسلام وندعكم وأرضكم، وإما الجزية وتعطونها عن يد وأنتم صاغرون، وإما الحرب فوالله الذي لا إله غيره لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة، ولو أرادوا أن يخلعوا الجبال لخلعوها. وفعلا انخلع قلب كسرى لهذه الرسالة التي تهز أركان عرشه، فما كان من كسرى إلا أن أرسل كتابا إلى ملك الصين يطلب منه المدد، فما كان من ملك الصين إلا أن كتب كتابا إلى كسرى قال: يا كسرى، لا قبل لكم بقوم لو أرادوا أن يخلعوا الجبال لخلعوها. وفعلا في اليوم التالي لهذه الرسالة التي أرسلها خالد رضي الله عنه إلى كسرى، كان خالد بن الوليد رضي الله عنه يصلي الفجر في خيمة كسرى، وانطلق كسرى مودعا تلك البلاد قائلا: سلام عليك يا سوريا، سلاما لا لقاء بعده. وانكسفت تلك الإمبراطورية، فنسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في بلاد الشام، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يجعل الظفر حليفا لهم، وأن ينصرهم على هؤلاء المرتدين، وأن ينصرهم على هؤلاء الشيوعيين. ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم على بخير على لهؤلاء الشهداء، وأن يتقبلنا وأن يتقبلهم في الشهداء. وأيضا انظر إلى خالد رضي الله عن خالد، وكان خالد هذا كان أمة وحدة رضي الله عن خالد، فإننا نفتخر بهذا القائد العظيم خالد ابن الوليد رضي الله عنه. في يوم مؤتة يقول خالد رضي الله عنه: فسأل خالدا كم انكسر في يده من سيف في يوم مؤتة، يجيبك خالد قال: لقد انكسر في يدي 9 أسياف. تخيل، 9 سيوف اتكسروا في ايد خالد في يوم مؤتة وهو يقاتل. وجاءه رجل، طبعا كان عدد المسلمين في يوم مؤتة 3000، قصاد ايه بقى؟ قصاد 100,000. تخيل، 100,000 قصاد 3000، مفيش طبعا مقارنة خالص، لا توجد أي وجه من وجوه المقارنة، إلا أن هؤلاء المسلمين كانوا يحملون في قلوبهم عقيدة أرسخ من الجبال الرواسي. فجاءه رجل فقال: يا خالد، إلى أين الملتجى؟ إلى سلمى أو إلى أجا؟ يعني نلتجئ، نعمل إيه دلوقتي بقى؟ نعمل إيه؟ نروح فين دلوقتي؟ فقال خالد رضي الله عنه قال: بل إلى الله يومئذ الملتجأ، لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي ينصر، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز، إن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. بل انظر إلى قائد آخر وهو عقبة ابن نافع رضي الله عن عقبة. انطلق عقبة ابن نافع رضي الله عنه إلى مدينة القيروان، وكانت القيروان هذه عبارة عن غابة، عن جزيرة. فما كان عقبة بن نافع رضي الله عنه ورحمه إلا أن وقف على رأس
تلك الغابة ونادى، تخيل بقى. لكن هذا هؤلاء لما صدقوا الله عز وجل طوع الله عز وجل لهم كل شيء. لما صدقوا مع الله، الله عز وجل طوع لهم كل شيء، ولما أطاعوا الله طوع الله لهم كل شيء، حتى الحيوانات كما سترى الآن. عقبة بن نفع هذا وقف على رأس تلك الغابة ونادى وقال: أيها الهوام وأيها السباع وأيها الدواب، أخرجي من هذا المكان، فإننا نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جئنا إلى تلك البلاد لكي ننشر دين الله عز وجل. فيقسم بالله إن الدواب والهوام والسباع قد خرجت من تلك الجزيرة وهي حاملة أولادها على ظهورها طاعة لله عز وجل. كما قلت، هؤلاء لما أطاعوا الله طوع الله عز وجل لهم كل شيء. وما كان عقبة ابن نافع رضي الله عنه ليبني مدينة القيران لكي يستريح فيها، لا، كانش عايز يعمل كده أصلا أبدا خالص، إنما كان يريد أن تكون منطلقا لفتح بلاد الغرب، مش زي ما قلت لك، مش عشان الراحة والدعاء والسكون، لا أبدا، لكي تكون كما قلت منطلقا لفتح ما بعدها من البلاد. وفعلا كانت المدن تقع عند سنابك خيل عقبة ابن نافع رضي الله عنه، وكان الإسلام يدب في قلوب هذه البلاد، وكان يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا، حتى وصل عقبة ابن نافع رضي الله عنه ورحمه إلى شاطئ المحيط الأطلسي. وفعلا ابتلت قوائم فرس عقبة ابن نافع من مياه المحيط الأطلسي، وقال قالته الشهيرة: قال: والله لو أعلم أن وراء هذا البحر أناس أو بلاد لم يدخلها الإسلام لقاتلت حتى أصل إلى تلك البلاد. هكذا عاش المسلمون، هكذا عاشوا، وهكذا عزوا، وهكذا سادوا. فقد كانت العرب قبل الإسلام كانت أمة ذليلة، أمة من الهمج، يعيشون على حافة الدنيا، لا وزن لهم ولا ذكر لهم ولا أي ما كانش لهم أي لازمة خالص في الدنيا. لكن جاء الإسلام فجعلهم سادة وقادة للأمم جميعا. وانظر أيضا إلى قائد آخر، وهو قتيبة ابن مسلم. قتيبة ابن مسلم رضي الله عنه ورحمه. قتيبة ابن مسلم هذا أيضا كان أحد قادة الإسلام العظام الكبار رضي الله عنه ورحمه. قتيبة ابن مسلم هذا وصل إلى أقصى بلاد الشرق، وصل إلى مشارف الصين، يعني الغرب كله كان مع عقبة ابن نافع، والشرق كله كان مع قتيبة ابن مسلم. فهكذا ورث المسلمون شرق الأرض وغربها، ملكنا فكان العفو منا سجية. هذا قتيبة ابن مسلم وصل كما قلت إلى مشارف بلاد الصين، وكان قتيبة ابن مسلم كان قد أقسم بالله عز وجل ليطأن بقدميه أرض الصين، وبلغ ذلك ملك الصين. فما كان من ملك الصين إلا أن أرسل صحائف من الذهب عليها تراب من تراب الصين. تخيل كده، أرسل صحائف من الذهب وعليها تراب من تراب الصين، وأرسلها إلى قتيبة ابن مسلم مع عدة من أبناء ملك الصين هذا، وهو يقول: يا قتيبة ابن مسلم، بر الله قسمك، ولكن لا تطؤون أرضنا، فنحن لا قبل لنا بكم يا معشر المسلمين، ما نقدرش نحاربكم، ما نقدرش نقاومكم. ليه؟
لأن هؤلاء الأسلاف كما قلت كانوا يقاتلون بالعقيدة. إنكم لن تغلبوا أعداءكم لا بالعدد ولا بالعدة، إنما نغلبهم بعقيدتنا وبإسلامنا وبديننا، وهو الشيء الذي ينبغي لنا أن نفتخر به. دلوقتي كما قلت نحن أصبحنا الآن في أذيال الأمم، ملناش أي وزن ولا أي قيمة. ليه؟ لما تخلينا عن ديننا ولما تخلينا عن ثوابتنا جعلنا الله عز وجل كما قلت في آخر الركب في أذيال الأمم. لكن هؤلاء علموا أن عزهم وسيادتهم في مكمن هذا الدين فلزموه فأعزهم الله عز وجل، وهذا موعود الله، هذا موعود الله. كما قال ربعي بن عامر لما أرسله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى رستم، فجاء دخل ربعي بن عامر على رستم وكان قد فرش الأرض من النمائق ومن وجعل الياقوت والذهب على أطراف تلك الوسائد، فدخل ربعي بن عامر ببغلته وجعل يمزق تلك النمارق وربط فرسه في قوائم عرش رستم. تخيل كده الكرسي بتاع الملك، ربعي بن عامر ده دخل بالبغلة بتاعته وربط الفرس بتاعه والبغلة بتاعته في قوائم في 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 رجلين الكرسي زي ما احنا بنقول، يعني بتاع مين؟ بتاع رستم. ليه؟ كما قلت هؤلاء لم يكونوا يأبهون بذلك، بتلك ما تغرنيش بالذهب والفضه واللي انت عامله في الارض ولا في الاصول ولا الكلام ده خالص ابدا. ليه؟ هؤلاء كانت لهم غايه واحده وهي الله ورسوله. فنحن اذا تمسكنا بذلك كما تمسكوا اعزنا الله عز وجل، اعزنا الله. تلك المقولة التي زبرها التاريخ عن الفاروق عمر، ولا زال التاريخ يترنم بها عن عمر رضي الله عنه، وحفظها الدهر غرة في جبين عمر، غرة في جبينه. قال الفاروق: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، بس فأعزنا الله بالإسلام، فأعزنا الله بالإسلام فقط. هذا هو مكمن عزنا، وهذا هو مكمن سيادتنا، وهذا هو مكمن رفعتنا في الدنيا، وهذا هو مكمن سعادتنا وغايتنا في الآخرة. فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، زي ما احنا شايفين دلوقتي لا وزن لنا ولا قيمة لنا ولا أي حد في الأرض بحالها بيؤبه للمسلمين. ليه؟ ما لهم وزن ولا لهم أي قيمة. ليه؟ لأننا تخلينا عن دين الله. وإن تتولوا استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم. فنحن لو لم نقم على حراسة ذلك الدين فإن الله عز وجل سيستبدل بنا قوما آخرين ثم لا يكونوا أمثالنا في هذا الضعف وهذا الركون وهذا الخوار وهذه الدعة التي نعيشها الآن. لا ينبغي لنا أن نعود مرة ثانية إلى حظيرة دين الله عز وجل، ونرجع تاني بقى لربنا نشوف إحنا إيه اللي مقصرين فيه، مقصرين في 1 2 3. طب خلاص ما نبدأ من دلوقتي بقى عشان ربنا يكرمنا في الدنيا قبل الآخرة، لأن كما قلت هذا الدين سينتصر بنا أو بغيرنا. فينبغي عليك أن تكون لبنة في صرح الإسلام الشامخ. هذا الدين كما قلت سينتصر، طيب ما انت تكون لبنه في هذا البناء الصرح العظيم الشامخ. لكن زي ما قلت اللي احنا عايشينه دلوقتي ده هذا يعني اذي نذير شوء، وهذا يعني نذير سوء لنا جميعا. دخل ربعي بن عامر رضي الله عنه ورحمه على رستم وجعل كما قلت يمزق تلك النمارق،
فأجلسه رستم على كرسي عرشه وقال له وقال لترجمانه يعني سله ما أنتم أيها المسلمون ما الذي جاء بكم؟ فقال ربعي كلماته الخالدة قال إن الله عز وجل قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة هذا الدين فيه سعادتنا وفيه ريادتنا في الدنيا قبل الآخرة ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام أفق الإسلام الرحب الواسع ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام قال وأخبرنا نبينا أننا نقاتلكم حتى نفي بموعود الله قال وما موعود الله قال الجنة لمن مات على قتالكم اللي يموت منا يخش الجنة على طول والظفر لمن بقي فقال له رستم قد سمعت مقالتك أنا سمعت كلامك كويس ويعني إيه هنشوف بقى هشاور الجماعة اللي عندي كده وإن شاء الله أرد عليك فقال له ربعي بعزة الإسلام قال نعم أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أننا إذا التقينا بأعدائنا أننا نمهلهم ثلاثة أيام ثلاثة أيام بس فقال حتى أشور أهل الرأي فينا فقال نعم أيضا كما قلت ثلاثة أيام فلما خرج ربعي ابن عامر رضي الله عنه ورحمه من عند رستم قال رستم لجلسائه هل رأيتم قط رجل أعز من هذا الرجل؟ شفت حد قبل كده بنفس العزة التي يتكلم بها هذا الرجل؟ والحق ما شهدت به الأعداء إننا لما ملكنا الدنيا ملأناها عدل وملأناها خير وملأناها بر وملأناها بكل نوع من أنواع البر في هذا الدين ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم صار بالدم أبطحوا شوارع من الدماء كل بقعة الآن من بقاع المسلمين تنزف دما ولن ترى محجنة دم الآن تراق على أرض من أراضي المسلمين إلا وجدتها دم امرئ مسلم ليه؟ كما قلت ملكنا فكان العفو منا سجية فلما ملكتم صار بالدم أبطحوا وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى نعفو ونصفحوا فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح اللي جواك بيطلع بيظهر على 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 الأرض فهكذا المسلمون هكذا عاش المسلمون قديما عاشوا أعزة فأعزهم الله عز وجل وعاشوا في كنف وفي رحب الإسلام فجعلهم الله عز وجل سادة وقادة للأمم جميعا أبو محمد البطال وهذا يعني رجل عظيم لكن كما قلت إحنا ما نعرفش الناس الكويسة دي ما نعرفش هؤلاء القادة العظام ما نعرفش هؤلاء الأشاوس وهؤلاء الأكابر أبو محمد البطال هذا كان في زمان مسلمة ابن عبد الملك وكان أمة وحده ورضي الله عنه ورحمه أبو محمد البطال ده كانت الروم بتخوف أبنائها بيه وهذا من أعجب ما ترى كانوا بيخوفوا عيالهم بأبو محمد البطال يقولوا اسكت ولا هجيب لك أبو محمد البطال هكذا كان فسئل أبو محمد البطال ومحمد البطال هذا يعني ليس من أساطير الأولين لا ده رجل موجود وذكره للتاريخ يعني لما ترجع تاريخ الإسلام للذهبي ذكر ذلك مزبورا مطولا عن أبي محمد البطال قيل لمحمد البطال ما هو أعجب شيء رأيته قال دخلت بلاد الروم فرأيت امرأة تسكت وليدا لها
فقالت له اسكت والا دفعتك الى ابي محمد البطال. زي ما بقول لك كان بيخوفوا عيالهم بمحمد البطال، يعني تسكت يا ابا اوديك على محمد البطال. قال فلما دنوت، وهي طبعا مش عارفه هو مين ده، الولد طبعا ما سكتش، فقالت له خذه يا بطال. قال فاخذت ذلك الولد. تخيل ابو محمد البطال هذا كان قد ارسل سرية تعوس في بلاد الروم. مهم السرية دي تأخرت وغابت عن أبي محمد بطال ولم يعرف شيئا من أخبارها. طبعا مش هيقعد بقى ويرحرح في بيته، لا ده راجل قائد يعني راجل مسؤول، وهؤلاء هذه السرية في رقباته، راحوا فين وجوا منين. أبي محمد بطال ما عادش مهديش، لا أخذ بغلته، أخذ فرسه وأخذ سيفه وانطلق إلى بطريرك الروم. فوقف على رأس قصري، على باب قصري، وكان محمد بطل هذا شبيه بسياف هذا البطريرك. فقال لحاجب هذا البطريرك، قال له استأذن لي على البطريرك وقل له سيافك، وكان به شبه كما قلت. المهم ابو محمد بطال دخل على البطريرك كده وقال له لي اليك حاجه. قال قل. قال لا اخرج هؤلاء عنك. كان البطريرك كده كان قاعد مع القساوسه بتوعه ومع الجماعه الحاشيه بتوعه يعني. المهم قال له اخرج هؤلاء حتى اريد ان اخصك بشيء. فعلا خرجهم بره القصر بتاعه وخلع ابو محمد بطال بهذا البطريرك. فقال له، فأخرج أبو محمد البطال سيفه وقال له هل تعلم من أنا؟ أنت عارف أنا مين؟ قال له لا. قال أنا أبو محمد البطال. طبعا الراجل ارتعدت فرائسه، ليه دايما بيسأل عن محمد، بيسمع عن أبو محمد البطال ده لكن عمره ما شافه، ما تخيلش أنه ممكن يجيب لغات عنده. ده هذا يعني زي احنا بنقول كده قلبه ما ميت خالص. قال أنا أبو محمد البطال وقد أرسلت سرية لكي تغنم من بلادك ولم تعد إلي حتى الآن، ما هو أخبارها؟ قال قد جاءتني أخبار عنهم أنهم يعيثون في ديارنا وقد غنموا شيئا كثيرا، إذا الجماعة مش ساكتين خالص، وأنهم لا، وأن هؤلاء الروم لا يردون لهم يد لامس، ما يردوش حاجة خالص، يعني اللي هم عايزين ياخدوا ياخدوا. فالمهم لما اطمأن أبو محمد البطال بأن السرية بتاعته الحمد لله كويسين وبخير ومفيش قلق عليهم ومفيش أي مشاكل خالص، جاء أبو محمد البطال وجلس، جلس إليه وقال له، وقال لهذا الرجل ادعوا له بطعم. فعلا قعد وأكل وظبط وكل حاجة. شوف زي ما قلت لك ده قائد من قادة الإسلام العظام. فهكذا عاش المسلمون، هكذا عزوا، هكذا سادوا. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا، وأن ينصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة سوية، هيا أم المدرك العليا سوية. عنقت أحلامنا.